تتكلم عن مدام عشية عدت وقال لها قال لها السلام عليكم اعزائنا الكرام، اعزائي المشاهدين والمتابعين، ابو الجير ميديا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. فرحه رمضان ابتدت وزينه رمضان ابتدت وحلويات رمضان الحلوه ابتدت، حاجات لعب بالاطفال الخاصه برمضان وفوانيس رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم والامه العربيه والاسلاميه يا رب في احسن صحه وحال وفرحه وسعاده. احنا هنا مع عم عماد، اشهر محل هنا في الميدوب بيهتم بفوانيس رمضان وبيهتم بفرحه الاطفال وبيجيب حاجات من ارخص الاسعار لاعلى الاسعار. هنا عند عم عماد زي ما احنا شايفين معاكم، اجواء رمضان الحلوة الجميلة ابتدت. كل سنة وانتوا طيبين. عم عماد اهلا بحضرتك، طمنا على زينة رمضان السنة دي. الحمد لله الأسعار حاجة بسيطة يعني، أرفع من السنة اللي فاتت الحمد لله. نبدأ مش المستوى اللي هو الناس عاملة لنا زينة خمسينات، الأسعار برضه عالية. نبدأ بقى بالحاجات اللي بتيجي هنا الأطفال تروح طايرة عليها. الفوانيس الصغيرة بتنور، الفوانيس بتنور تمام 15 جنيه. ده ب 15 جنيه تمام. في ده بسبعة ونص، ده بسبعة ونص صغير، ده بينور بسبعة ونص صغير تمام. في ده بعشرة تمام. وايه الفوانيس الجميلة بقى دي الجديدة؟ ده فانوس فلسطين بعشرين جنيه بينور. بس احنا عايزين الحاجة اللي بتطلع صوت يا عم عماد، واحة ويا واحة والحاجات الحلوة دي. تعال نشوف. في ده بيبدأ بأربعين جنيه بقى. تمام، ده ب 40 جنيه. 40 جنيه بيغني وينور. في ده 60 جنيه. تمام. في ده خلاص. ده 55. انا بلاحظ ان كل سنه في تغيير في الاشكال وفي الموديل ده اول مره ينزل ده. في ده 45 بيغني وينور ما شاء الله. في ده 50 برضه بيغني وينور. في ده 70. ده 70 جنيه بالعروسه. تمام. اكتر شكل بقى من الحاجات دي الاطفال بتشدها وبتقول لك لا انا عايزه من ده يا عم عماد؟ ده ده اسمه ايه ده؟ ده فانوس بطيخه. فانوس بطيخه. فانوس بطيخه تمام. في الكريستال ده. والكريستال ده با ما شاء الله. الشغل الكبير ده وقت وفي الخشب. شغل ايه بقى ده؟ ده شغل مصر ولا مستورد؟ ده كله مصر. ده كله مصر. كله صناعة مصر. اسعاره بتبدا من كام ده؟ ده بيبدا ب 60. ده بيبدا ب 60؟ في الصغير بيبدا ب 45. تمام. ده ب 45. بيغني وينور برضه. لو حد بقى جالك يا عم رمضان يا عم عماد وقال لك انا عايز ازين بقى البيت بشكل حلو، في ناس بتاخد الشراشيب وفي ناس بتاخد المثلثات، في ناس بتاخد الصور، الصور في ناس بتاخد ال ال ينفع تورينا واحد؟ حتى لو مش هيتفك عادي يعني، لو عشان ما عم
فؤاد المهندس وعلم سمسم. فؤاد مفاد المهندس وعلم سمسم. عندنا تشكيلة كاملة. ينفع معلش الطفل بس يجي معنا؟ أنا بعمل لقاء عادي. إيه؟ ينفع يجي معايا بعمل لقاء ممكن؟ لا معاه هو. لا عادي خلاص. قول لي بقى يا عم يا عم عماد الطب بأدب. قلت لي الأطفال بتيجي بتحب الناحية دي. كل حاجة فيها مش كرتون. هنا كرتون. دي جلد. دي جلد مش كرتون. أسعارها بقى بتبدأ بكام؟ 25. 25؟ تمام. العرايس بقى الحلوه دي والفوانيس الخياني خيانه بتبدا من 35 وطالع الباب لحد 300 جنيه الكبير ده ب 300 جنيه ده اكبر فانوس عندك النهارده؟ اكبر فانوس تمام. الخيام الصغير ب 40 جنيه 35 تمام. العرايس بقى الجميله دي خمسين وكده بستين وستين بودي خمسين وستين بودي اللي هناك ده بستين بوجي اللي هناك بستين. قول لي بقى ما كملناش حوار لما الناس بتيجي عشان تاخد زينة رمضان للبيت. دي للمثلثات ودي للشارع. اكتر مين بيجي اكتر ناس تيجي للشارع تقول لك يا عم عماد عايزين نزين الشارع؟ الاطفال طبعا. الاطفال وناس كبيره في ناس بتاخد 100 فرقه زي كده زي الشارع كله. ما شاء الله. على كام؟ على كام يا عم الوضع؟ 45 35 ده عقد طويل يعني؟ تعمل لازر ده بس معدي 40 ده عادي بس العقد طويل كام يا مبرر؟ 45 وده 35 العقود بقى يا عم رمضان اخبارها ايه؟ تبدأ من 35 وانا طالع 35 وانا طالع. اتفضل. أعزائي الكرام، أعزائي مشاهدي ومتابعين موقع أبو كبير ميديا في كل مكان، شكرا لكم أعزائي الكرام وشكرا لحسن متابعتكم. خلاص كل سنة وانتم طيبين. أجواء رمضان الجميلة ابتدت في الشوارع، وكمان زينة رمضان زي ما احنا شايفين هنا كل حاجة. عايز تزين بيتك تيجي، عايز تزين الشارع تيجي، عايز تزين كمان زي ما قلنا بيتك بفوانيس، عايز تهادي بفوانيس، سواء بتبدأ الفوانيس هنا بأقل الأسعار، في فوانيس بتبدأ ب20 جنيه وفي فوانيس بتبدأ ب7 جنيه. كل ده طبعا هنا في محافظة أسيوط. شكرا لكم أعزائي الكرام وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير.